درجة من الواجبات المنزلية، حيث نحس أنها تقيد حريتنا وكأننا في المدرسة وترهقنا أكثر، لكن في الحقيقة عكس ذلك. فمن تجربتي الشخصية، كلما قمت بالواجبات المنزلية فإنني بذلك قد ثبتت الحقائق والمعلومات التي أعطت لي في المدرسة، كما أشعر بالاعتماد على نفسي فأحس بثقة كبيرة وسرور، كما تكون نقطة تواصل بيني وبين معلمي وتساعدني في التعرف على مدى استيعابي للدرس وتقييم مستواي. وفي الأخير أذكر أن الواجبات المنزلية تزيد في ثقتنا بمعلوماتنا وفهمنا وحفظنا للمادة، فهي تعمل على تغذية عقولنا. إنما العلم بتعلم، فعلينا أن نتابع حتى نتعلم.